في ناس من البلاد كانت تيجي تبات في الشارع في العرض على يوسف كان مخصوب بيحب الحاجه دي يقول لك ده سيدنا الحسين رايحين لسيدنا الحسين لكن رايحين طبعا انا بقى فرحان كل بيبقى فرحان مبسوط ان هو في مولد نازل في الحته الفلانيه استنوه طبعا النور هنا وكده بس عشان في اطفال هنا معايا مريم معايا فرح ومعايا علي مدرستهم هنا جنبنا باب الوزير لا طبعا فيش طفل ما بيخافش لازم يخاف بالليل لان هنا غير المعيشه بره هنا طبعا بالليل بعد المغرب ما بتلاقيش حد ولا حالات وفاه ولا الكلام ده ولا حد ماشي ولا رايح ولا ده فبيضطر مثلا ممكن قدام الباب يلعب هو واخواته بتاع مرجحه زي كده عاملينها لهم بيتسلوا فيها وخلاص يعني ما كانتش المرجحه بتاعها ما فيش خطايا الجهل